أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول من ضمن أسئلة الشيخ صالح: إذا صلى الإنسان وهو مسبل هل تفسد الصلاة في مثل هذه الحالة؟ الصلاة لا تفسد، لكنه يأثم، لكنه يأثم على الإسبال، والإسبال كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد عليه بقوله: ما كان أسفل الكعبين فهو في النار. قال عليه الصلاة والسلام: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فهو كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن لو صلى وهو مسلم فإنه يثاب على الصلاة ويأثم على الإسبال. نعم.